يوسف علي البديعي الكاتب، وهذه عبارة عن كتاب فيه أكثر من 15,001 سؤال وجواب ومعلومات جديدة في جميع المجالات العلمية كانت أو الحياتية والنفسية والجغرافية إلى آخره.
إسلاميات، عفوا عفوا عفوا، يعني فيه أقسام، فيه 40 قسم، 40 قسم تتقسم إلى إسلاميات، أدب ولغة، تاريخ، جغرافيا، حكم عالمية وعربية، طب، أوائل وأواخر، سياسة، ألقاب وكنى، علم اجتماع، اختراعات واكتشافات، أمثال شعبية، من القائل، مدن ومواقع، حيوان. عفوا على الصوت، كان هنالك الجيران في السلالم. قلنا حيوان، فنون، رياضة، تجارة واقتصاد، علوم، اتصالات، عجائب وغرائب، اللغات الرسمية، الأعياد الوطنية، حروب وأسلحة، أخطاء شائعة، صحافة وإعلام، آثار، ألغاز، عملات، نباتات وأعشاب، كتب ومؤلفون، ثقافة عامة، أحداث عالمية، ألفاظ ومصطلحات، تراجم وأعلام، مصطلحات نادرة، تعريفات أصولية، ألقاب أرباب الحكم، الملابس، معاني الأصوات، يعني مواضيع كثيرة 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 جدا 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 جدا. ولذلك اليوم سأقوم باختيار، ليس باختيار، بل سأفتح الصفحات، يعني كل مرة، وين، لكي أعطوكم شوية من هنا وشوية من كل حديقة زهرة. ولكن الذي أعجبته الفكرة وأعجبه المضمون، الآن أنا قمت بطرح المواضيع كلها، والذي يهمه الأمر يقول الموضوع الذي يريد أن يسمع عليه الفيديو القادم إن شاء الله. بسم الله، هذه أول مكان. الذبابة أزعجتني. الصيف إلى بلاد الشام. ما أشهر أسواق العرب؟ أشهر أسواق العرب هم سوق عكاظ، سوق مجنة، وسوق ذي المجاز أو ذي المجاز. أمر يزيد ابن معاوية بشق فرع من برد، ما اسمه؟ اسمه نار يزيد. ما اسم المعركة التي انتصر فيها مروان بن الحكم على القيسيين؟ معركة مرج راهط. متى قتل المختار الثقفي؟ سنة 67 للهجرة. من ولى خراسان؟ من ولي خراسان في خلافة الأموي؟
مسلم الباهلي سنقفز إلى صفحة أخرى من التاريخ. متى ولد صلاح الدين الأيوبي وأين؟ سنة 532 للهجرة في قلعة تكريت. ماذا تسمى الأوراق التي استخدمها المصريون القدامى؟ وهي أوراق البردي. البردي جغرافيا. ما عاصمة كولومبيا؟ عاصمتها بانغول. هذه راح نجدها في الكتاب الآخر. أين تقع بحيرة طبرية؟ في فلسطين. أين يقع بقيع الخردق؟ الخرقد. هو مقبرة أهل المدينة ويقع بجوار المسجد النبوي من الجهة الشرقية. أين يقع بيت لحم في فلسطين؟ أين تقع بيشة؟ في جنوب المملكة العربية السعودية. تعبير عن دوافع لا شعورية مكبوتة. جملة انعرافات نفسية قد يصعب وقع أعراض جسدية تنجم عن عقد نفسية. ما هي الأمراض النفسية؟ اضطراب عام يشمل الفرد نفسا وجسما. ما هو الانفعال؟ ما المرض الذي يضيع فيه المريض حس الواقع؟ الوهن النفسي. ما هو الاعتباس؟ مرض ينسى فيه المريض لغة أجنبية حفظها. ما مرحلة اللاتغاير في الشخصية؟ هي التي لا يوجد فيها شعور بالشخصية. كم تستغرق مرحلة اللاتغاير؟ الأشهر الأربعة الأولى من العمر. ميل الطفل نحو أحد والديه من الجنس الآخر ماذا يسمى؟ يسمى عقدة أوديب. أنا عندي عقدة الذبابة. نتطرق إلى موضوع آخر في السياسة. ما معنى كلمة استراتيجية؟ هو علم القيادة العامة في الحرب، أي جميع التدابير اللازمة لتحقيق النصر. ما هي الأسلحة الاقتصادية؟ هي تدابير ذات طابع اقتصادي تتخذها الدول الكبرى للضغط على غيرها كالحصار البحري وتخريب المواصلات وتدمير مستودعات المؤن والمصانع. وهذا أسلوب الإمبريالية الجديدة. متى توفي السياسي والاقتصادي السوري خالد العظمة؟ سنة 1965. بماذا يعرف حمام الدم الفرنسي في الجزائر؟ سنة 1945 يعرف بمذبحة سطيف. هي ما جزائر 8 ماي. هي ما جزائر 8 ماي 45. متى أصبح الأمير عبد الله بن عبد العزيز وليا للعهد في السعودية؟ سنة 1982. واكتشافات. من اكتشف أقدم كتابة بالخط العربي؟ الفرنسي ريني دوسو. من اكتشف المقهى المقدسة؟ الفرنسية كريستيان ديروش نيبكلور. من اكتشف جزيرة نيوزيلندا الاسترالية؟ البحار الهولندي تاسمان.
فنكتشف مدى في المنف الفرنسي أوغست إدوار من اكتشف قبر توت عنخ آمون. الإنجليزي جورج كرونفون سنة 1922 من اكتشف الجزائر من اكتشف الجزائر الرأس الأخضر يعني جزر الرأس الأخضر. البحار البندقي كاتاموستو سنة 1456 من اكتشف فكرة دوران الأرض حول ذاتها وحول الشمس. البولوني كوبرنيك من اخترع المرصد إسحاق نيوتن في 1672 من اخترع أول مرصد إشعاعي كارل جانسكي سنة 1932 من اكتشف الثقب السوداء بيير دي لابلاس سنة 1896 من اخترع الصاروخ الفضائي سبوتنيك سنة 1957 ولهذا كل صاروخ فضائي يطلق عليه اسم سبوتنيك. أنت الشعبية لا أظن أن هذا الموضوع يستاهل مدن ومواقع. ما البحران اللذان يصلان بينهما مضيق البيرنيك المحيط المتجمد الشمالي وبحر البيرنيك. هذا مضيق البيرنيك جاي خلف الخارطة بين ألاسكا وروسيا. ما طول مضيق ملاكا وما عرضه؟ طوله 80 كيلومتر وعرضه 24 كيلومتر. ما أكبر مدينة من حيث السكان في آسيا؟ هي طوكيو. ما أكبر مدينة من حيث عدد السكان في أوروبا؟ باريس. أين تقع قمة بيس في الأرجنتين؟ ما القارتان اللتان يفصل بينهما مضيق بوسفور آسيا وأوروبا؟ ما المضيق الذي يصل بين بحر مرمرة وبحر المتوسط؟ مضيق الدردنيل. ما طول مضيق الدردنيل وما عمقه؟ طوله 28 كيلومتر وعمقه ناقص 54 كيلومتر. وعمقه بين 45 54 كيلومتر و 54 متر إلى يعني ما بين 54 و 90 متر. ما أكبر مدينة من حيث السكان في أمريكا الجنوبية وهي مكسيكو. الموسيقى. ما أول أغنية للمطربة فيروز كلمات وألحان عاصر الرحباني إيتاب. ما اسم الأصلي للمطربة طروب أمل إسماعيل شركس. موسيقى نال جوائز أوسكار والجولدن جلوب على فيلم المريض الإنجليزي من هو؟ موسيقي جابرييل يارد. ما الآلة الموسيقية التي طورها أنطونيو ستراتيس فاريوس الكمان؟ عازف مزمار أمريكي لقب بملك الجاز وهو بيني جودمان. الحشرة التي تعد أكثر الحشرات تأثرا بالموسيقى وهي العنكبوت. من المغنية اليابانية التي انتحرت قفزا في 45 يوكيو أوكادا. كم يبلغ عدد الأوتار في آلة القانون؟ 83. ما الدولة التي منعت موسيقى الجاز في إذاعتها سنة 1935؟ هي ألمانيا. ماذا تسمى البطولة الدولية التي تنظمها الاتحاد الدولي لريش الطائرة كأس توماس؟ ما عدد قطع القماش التي تتكون منها المظلة؟ 24 قطعة وفي كل جزء 5 قطع. ما المساحة المظلمة؟ 60 متر مربع. متى نشأت رياضة تسلق الجبال المنظمة؟ 1854. ما أكثر سائقي العربات الخفيفة نجاحا في تاريخ سباقات عربات الخيول؟ هو هيربي فيليون
افتتح اول طريق للدراجات في هومستيد فلوريدا سنة 1962. انا جد متعب. متى صنعت هذه موضوع الاثار؟ متى صنعت مثال زيوس؟ بين عامي 453 و 448 قبل الميلاد. يعني الكل يعرف انه قبل الميلاد، ليس من الاصغر الى الاكبر، بل كانت بالمقلوب. يعني مثلا نحن في 2019، العام القادم راح نكون 2020، ولكن قبل الميلاد كانت 2019، العام القادم راح يكون 2018. اوكي، هذه لكي نبين لكم الفكرة. غير ذلك اتمنى ان تكونوا استفدتم جميعا من هذا الفيديو ولو حتى بالقليل، واعتذر مرة اخرى، ولكن مثل ما تشاهدون انني في قمة التعب والمرض. سنلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله، والذي اعجبته الفكرة ما عليه الا ان يكتب الموضوع الذي يريد ان يسمع اسئلة واجوبة.